كوارجي الاخشين نتاعنا تلموا اليوم دونك في طرح كوره ممتاز. يعطينا ليكزومبل الاولاني مصطفى حواس. سي بون دار دار 10 دورات وبعد شوط والمعلق اي قول برشا حاجات نحب نقول زاد راهو ردوا بينا راهو لي قوم ما نعيشوش بيهم مش ما نخرجوش بيهم ناكلوا بيهم نمسوا بيهم وكل راهم يشدوا الفيروس اكثر من الواحد جوست استعملهم بعد تنحيهم تلوحهم تلوحهم وفما تكنيك تنحي بها اللي هي تشد من هون تنحيهم ورينا بعد باهي اوكي شوف وبعد جوستومون بعد كي تلوحهم تنحيهم تلوحهم طول في البوبيل دونك في البوبيل دونك حتى الاولاد تو كي يلعبوا دونك حتى اللي يتفرجوا فينا وموا نحاولوا نوعيهم دونك يتنحي الجون طول في البوبيل من غير ما تمس ما مش لازمين راهو المعلق توره معانا تبدا تاخذ تبدا التعليق بعد ما يكمل ال 10 دورات نتاعو تبدا التعليق واحنا نحسبوا الكل مع بعض هاي 3 2 1 توب واحد لا لا توب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة يا محسن وين المعلق عشرة يلا يتقدم لاعب مصطفى الحواس والكرة يعني اللي تشوفون هذا أجمل لاعب في العالم باهي واسمع هو برج ليه بيناتها تبارك الله عليه مشات ناجحه على الاخر معلق جوست القد شويه ما فيهاش في الوقت اللي فات دونك رجعوا الكور بلاصتها الجور اللي بعده جهاد الشارني يلا تشوف تقريب تجيبها وين البلادير ما يخدمش ما يخدمش لا 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 باهي نحسبوا ال 10 ساعات بعضها دوما يكمل يبدا المعلق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 10 واحد اثنين ثلاثة جهاد الشارني لاعب جانا من الكاف ستة منطقة حلوة سبعة تونس منطقة جبلية ثمانية تعرفونها تسعة هذا الجهاد في جهاد في شكل راني القابسي مع لفتين والكل اسمع بيناتنا اموركم واضحه كلها جويل هاي ترى خلينا نشوف جويل بعد باندا هاي جويل هاي جويل اسمع شو جويل لازمك تمركي راهو لازمك تمركي جعل الولد الابيض هذا ملاعب في الولايات المتحده الامريكيه اللاعب الابيض ابو عيون زرق يفتر على الكره يلا تعال نبدا نحسب جويل هاي هاي اللفه الاولى للجعولي اثنين وين امريكا وين؟ جاتك ايران يا امريكا وينك يا امريكا جاكم الفيروس هذا هو جويل هذه امريكا امريكا عشرة سيبو جويل جعل الامريكي تقدم الكره بعرش كره هذه هي امريكا هذه هي الصوره اللي قاعد يصوغ لها الامريكي جعل ما شاء الله عليه بس اهم شيء نعرف يشيل الجلوفز وهذا شيء يعني في امريكا اشكره سهل يعني اسمع انا واحد ضيع كمين واحد ضيع يزن بعضه يمر باندا يا باندو شاي الباندا الف حضرات نظرا كيران اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر يعني اللاعبه باندا باندا هذه معشوقة الجماهير حبيبة الملايين باندا يعني دورة اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة ستة دورات يعني سبع دورات كملي 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 هسه كملي يعني تبغين تروحين المول وما تبغين تلعبين بالكورة كملي ثمانية دورات تسع دورات هسه كم ترس والله يعني الدورة العاشرة بتتخطب باندا والله ممتاز لعبة ممتازة ممتازة باندا يعني حيوان أليف حيوان جميل حيوان يعني والله العظيم يعني هذا هو الحيوان الذي سميت له زهرة زهرة على زهرة عندها زهرة شو جوست بالله جوست اللي يكمل يلعب اللي يكمل يلعب راهو الجناح اللي جون باندا باندا بعد ما تنحي لي جون تعمل جلد ديزانفيكتون بعد ارجع لبلاستيك فوالا يلا حاضرين هاي فزي
فازي باندا قاعده هنا او في بلاصتك هي مشكوره من قاره لهذا النقل المباشر للبرنامج جواب لاحد ما يهمك في حد يعني دوره يلا في التركيب يلا بسم الله يلا دوره انا وخيتي ديفيلي عملنا واحد هذه مريم فارس ميد ان شاينا قاعدين تشوفونها فيسع فيسع يعني مو كل مره الايميتيشن تكون فيسع عادي يعني ممكن نفس ما تشوفون التقليد خمسة لا خلي الميكرو عند واحد بركة مريم فارس ستة فيسع زهرة عاد فيسع زهرة فيسع سبعة فيسع ثمانية هذه الأفراد اللي تجينا من الصين مازال عشرة زوز أخرين فيسع واحد اثنين فازي مريم فارس قدام الحارس جوست بالله الاولاد ديما نحب نعطيو ليكزومبل صحيح للساده المشاهدين كان استعملوا الميكرو بينات بعضكم ماذا بيكم تخليوه عند واحد بركه ويستعمل جيل ديزانفكتون وبالنسبه للبقيه تف بعد ما نكملوا الروبريك نعطيكم جيل ديزانفكتون استعملوا بيديكم باه يوسف مازال ما لعبش باه يوسف بحري وين الكره حضرات المباراه الكرام اللاعب السابق بجمعيه هريانا يوسف سحري بحري سيتدخل الان في الصوره يعني هذا معشوق الجميلات معشوق حبيب الملايين زوج بيبي ولا عنيفه واحد اثنين ثلاثة كمل استدير الارض مسطحه ولا مسطحه مو مشكلتها حط راسك يا يوسف حط راسك على الارض سيتقدم الجمهور ينتظر في هذا النقل المباشر للقارعه حتى ستة موجود اربعة كل العالم ينتظر كل العالم استراليا اليابان يتقدم ولد اريان على الارض يا الله كانت يمكن تكون هو في كل طرح ها ما نجم يجيبها كان رجل المباراة كانت يمكن تكون هدف جميل جدا مشكور على الكرة لاقت الكرة يعني في نفس الوقت مصور وفي نفس الوقت لاقت كرة مشكور امين هو ما نجم يجيبها كان رجل المباراة كهو حسان توا سكور اي سكور توا تعادل خليه يدور على البلاوة سكور تاع بلاي لحظة نسمع بعضنا سكور هو تعادل توا واحد نلعبوا في الوقت الضايع والكره الاخرانيه عندك انت راسكيز ويمس يا محسن في الاعصاء والدو اي بعد انت نلعب شي مش كنت في ملعب نلعب لحظات ثانيه اخر ثواني في هذه المباراه مصيرنا في ايدين العيفه والله العظيم يعني لو كنت مكانك لكنت اعتذرت عن هذه الرمية يعني مسؤولية كبيرة مسؤوليتك كبيرة شفنا لعيفك ثلاثة الله عليك يستدير بكل بطء أربعة بطء الحكمة أجل فيسع يا محسن خمسة في الملعب أي يا محسن فيسع كل العالم ينتظر أستراليا اليابان إنجلترا ستة انجلترا اليابان استراليا كل العالم مشاهدين من كل العالم ثمانية مشجعين شوف يستدير بكل بطء تسعة يا محسن مازالت واحدة في ساعات آه يا بزي يلا بزي. يلا يتقدم ولا ضيعت الكورة لا احترم المتر احترم والله حجر صحي يعني اصروح للحجر الصحي الان تروح للمول تحبس نفسك 14 يومك خليه والله نحي لجو اعمل زين بس نحي لجو اعمل باه ترى ما نعيش شوي يقعد في البلاصه باه خليه العصا تنهزر خليه باه استعملوا الجيل بلاي فوالا استعملوا الجيل اقعد يا ترى عيش شوي يقعد في البلاصتك اقعد في البلاصتك باه اجا ما اعرفش شو بلاصتك باه بس شنو اللي صار؟ ما نحكيوش مع بعضنا يعيشكم، شنو اللي صار؟ جاوا بناي مش كلش يجاوب انا كنت اول مره كنت نخسر روحي نفدلك عليهم وقلت اش معي حكيت مفارق لا هنا ورد ندور لي العصا ما قمرش غادي ما قمر لنا قمر تبلع ورا دخلت عندك انت